حظي قطاع الطرق في مدينة المكلا باهتمام كبير من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. هذا الشارع واحد من أهم وأكبر شوارع المدينة، ظهر اليوم بحلة جديدة. عجلة التنمية تواصل دورانها فأنتجت مشاريع في قطاع الطرقات، لمسات فنية وإبداعية ظهر بها شارع 60 في المكلا بعد استكمال العمل فيه. التخطيط الجمالي وسعة الطريق أضفى لهذا المشروع رونقه الخاص، ولقي إشادات واسعة من المواطنين. يعني نشكرهم، يعني تحسنا نشكرهم. يعني الشارع يعني كأنك يعني يرد الروح، يعني تشوف الشارع الجميل على المنظر والكوبري اللي في البحر هذه، يعني حياة حلوة. يعني ما شاء الله أجمل بصراحة، يعني بدون مدح شيء حلو. يعني الطريق ما شاء الله منظر زين إن شاء الله، وهذه خطوة زينة للمحافظة والإظهار بصورة جميلة. يمتد هذا الطريق على طول 5 كيلومتر وعرض 14 متر. تميز المشروع بإضافة الطلاء الحراري وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، كما يجري العمل في تشطيبات الأرصفة باستخدام الأنترلوك، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل شوارع وطرقات المكلا. مشاريع أخرى جديدة سيتم بدء العمل فيها حسب مكتب الأشغال العامة والطرق. نشكر السلطة المحلية على اهتمامها الجاد في أعمال الطرق والإنارة وتحسين الشوارع الداخلية لمدينة المكلا. قد وقع سيادة المحافظ الأستاذ المفقود مبارك في الماضي عدة عقود شوارع داخلية لمدينة المكلا، منها قوة وكذلك مدينة الشيخ خليفة، وإن شاء الله سيبدأ العمل إن شاء الله فيها قريب. يوجد لدينا عدة مشاريع، منها الشارع الدائري اللي يبدأ من الغويزي ويرتبط بشارع الغليلة، وكذلك شوارع من منطقة غويزي إلى خلف. هذا المشروع تنفذه المؤسسة العامة للطرق بتمويل من صندوق صيانة الطرق، ويأتي بمتابعة مكتب الأشغال العامة بساحل حضرموت وإشراف السلطة المحلية بالمحافظة. لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث المكلا.